التطورات ديال الجلسة مازال مستمر دفاع المتهم فيني في واحد الاستراتيجية اللي تم تطبيقها للمحاكمة وما عرفناش السبب علاش، ولاحظتوا على انه اليوم ولا تهجم على الدفاع ديال الضحايا بواحد الشكل غير مقبول. الزميل الاستاذ جواد بن جلون التميمي دخل في اطار نقطة مسطرية باش يطلب من رئيس المحكمة انه ينبه الاستاذ الماروري على انه التعقيب اللي كيعمل للنيابة العامة هو تعقيب خارج السياق وخارج ما ورد فسميتو، كما انه نسب للمحامين ديال الضحايا كلام لم يصدر عنهم، وهو اساسا المتعلق بكونه انه تيقول انه اننا حنا قلنا بانه ماشي من حق بواجرين يلجا للاليات الامميه. حنا رجال قانون، لجوء المنظمات الامميه او غيرها هذا حق لكل مواطن، كما من حقه يلجا للقضاء من حقه يلجا لاي اليه من الاليات اللي هي منصوص عليها في الدستور واللي المملكه المغربيه منخرطه فيها. هذا ماشي عيب وماشي بالعكس، حنا المؤاخذات اللي اخذنا على الفريق الاممي المحترم هو عدم الاستماع ديالو للضحايا. ما يمكنش لواحد الراي وهذا متعارف عليه في الاليات ديال الاشتغال ديال الفرق اللي تابعه للامم المتحده او المقررين الخاصين كيستمعوا لكافه الاطراف. في هذه النقطه كنا كان من المفروض ان يتم الاستماع للضحايا ودفاعهم كذلك حتى يوضحوا ملابسات هذه القضيه، لاننا احنا نؤمن بان للبيت رب يحميه. الدولة لها آليتها والحكومة راه كاينة والمندوب السامي كاين، وزير الدولة في حقوق الإنسان راه كاين وراهم داروا الإجراءات ديالهم. حنا دخلنا في الشق المتعلق فيما يخصنا، ننتظر أن المحكمة ترجع من بعد ما رفعوا الجلسة وحنا غادي نعقبوا. وطلبنا منهم غير لأنه كيديروا واحد العديد ديال الأشياء، مرة كيتكلموا على الرأي الأممي، مرة كيتكلموا في الدفع الشكلية، مرة كيتكلموا في الدفع الموضوعية. كنتمناو أن المسطرة الملف يزيد باش اننا هذه مصلحه الجميع، مصلحه المتهم، مصلحه الضحايا، مصلحه العداله في نهايه المطاف، والمجتمع لما يصير هذا الحكم نهائي راه غادي يشكل الراي ديالو غادي يحكم عليه.